سلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي وسهل كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ولا المشركين أن نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها خير منها أو مثلها ألم تعلم أن
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك قل هاتوا
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.